بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره. احنا النهارده عاملين حلقه يعني شويه تقليديه، احنا بقالنا فتره عمالين نغير، فبرضو للناس اللي بتحب الاكل المصري بتاعنا التقليدي هندي طبعا فيه برضو شويه تويست من عندنا، بس اكل تقليدي بالذات كمان طبعا للبنات اللي لسه متجوزين. بالنسبه لامهاتنا يعني طبعا الحلقه دي مش هتكون مفيدة، لكن بالنسبة للبنات اللي بيبدأوا لسه إن شاء الله يستفيدوا. فإن عندي النهاردة بصوا، هو للأمانة الوصفة دي كانت وصفة رقاق بالفراخ، وبعدين احنا ما لقيناش الرقاق طري، وانا ما بحبش استخدم الرقاق الناشف، فانا قررت ان انا استبدل الرقاق ان الطري بعيش الصاج او العيش السوري او العيش الشامي. قدامكم حل بقى من اللي جايين، يعني يا تستخدموا العيش ده وهو هايل وحلو جدا، يا تجيبوا الرقاق الطري، يا تستخدموا الرقاق الناشف لو انتوا بتحبوه زي ما انتوا عايزين، وممكن كمان حتى جلاش مفيش مشكله، يعني مهم الحشوه. بس انا بصراحه يعني فضلت ان انا استخدم العيش ده. المقادير: عيش صاج، فلفل الوان اصفر واحمر واخضر، مرقه فراخ، عندي هنا كرفس، بصل شرايح، عندي هنا فراخ متقطعة شاورما أو شرايح رفيعة، قرفة طبعا، ملح وفلفل، وشوية من الزبدة أو السمنة. هنحط هنا السمنة، أو زبدة، أو زبدة ومثلا وزيت زي ما انتوا عايزين كده. هنا كمان انا مشغله النار، سخنت كويس قوي، شويه زيت بقى عشان هيبقى عندي سمنه كتير ففيش داعي، شويه زيت على هنا الفراخ، شويه ملح وشويه فلفل، قرفه طبعا طبعا طبعا. دلوقتي الناس لما بتشوفني في الشارع اول حاجه بيسالوني عليها هي القرفه، ما كناش بناكلها وبقينا بناكلها، فانا ببقى سعيده بصراحه جدا. هنا هننزل الفراخ، تمام، الفرن شغال عندنا فوق وتحت. الفراخ دي لازم تاخد تشويحة محترمة كده الأول، ماشي؟ في الحلة هنا هحط شوية مرقة، وهحط شوية مرقة قليلين جدا لأن عيش الصاج رقيق قوي مش زي الرقاق بتاعنا، فمش محتاجة مرقة كتير معاه مش زي الرقاق، عايزه اقلب كتير عشان الفراخ ما تنزلش ميتها، بس اديها فرصه كده. عندي طبق بايركس او صينيه او اي حاجه، بس انا عشان عايزه اقدم في نفس الحاجه فبفضل ان انا استخدم دايما البايركس في الحاله دي. اعمل ايه؟ شويه هنا سمنه، عيش صاج، نعمل كده، عايزه الجناب تبقى عاليه شويه عشان مش عايزه الحشوه بتاعتي تتلسع من الجناب، شويه من السمنه، هايل، مغرفة صغيرة كده معانا، بس بعد ما نحط عايزة احط طبقة كاملة، وبرده الاطراف نرفعها شوية،
اهو. شوية شوربة، بسيط بسيط مش كتير، واحدة عيش صاج كمان في النص بس كده. مش هحط هنا سمنة لان اوريدي انا هحط الحشوة فيها زيت. انتوا شايفين انا بحط قد ايه شوربة؟ يعني معلقة مش مغرفة، معلقة اكل يعني مش معلقة غرف. هنا هننزل كرفس، كرفس في الوصفة دي هيديني فرق كبير قوي. فلفل الوان، بصل احمر، شوية قرفة، وبعدين تقليبة. الريحة بقى هنا بقت خطيرة، الكرفس مش عايزة اقول لكم الريحة عاملة ازاي، هايلة. بس كده، خلوا بالكم ان انا لسه عندي برضو شوية في الفرن، فمش عايزين الفراخ في الاخر تبقى ناشفة بقى كده ومجلدة وكده، لا يعني نديها كده ايه براح. طيب عايزين تدخلوها الفرن كده تمام. عايزين تحطوا لها طبقة كمان من العيش فوق، وبعد كده نبقى نقطعها فتبقى زي الرقاق، زي الرقاق براحتكم. هنا هي يعني نعمل ايه، نفرد العيش بتاعنا كده وندفي هنا البوتاجاز خالص، ونحط هنا ايه العيش بتاعنا كده. هدي هنا شوربة بالذات على الأطراف عشان ما تنشفش مني في الفرن. حلو قوي. وبعد كده هدي تلميعة بالسمنة وأدخل الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. 10 دقايق، ربع ساعة على أقصى تقدير، ويبقى الامور كده ايه خلاص هنطلعها عشان ما تنشفش قوي. تاني وصفه معانا النهارده وصفه تقليديه جدا، صينيه بطاطس بالفراخ، يعني مفيش اكتر من كده تقليدي. هنعمل ايه؟ عندي هنا بصل مبشور ناعم جدا، عندي هنا بطاطس متقطعه مكعبات، زعتر فريش، روزماري فريش او ناشف لو مفيش، شويه سكر، عصير ليمون، ملح وفلفل، قرفة برضو، شوية من الطماطم المبشورة، وعندي هنا فراخ صغيرة اللي هي الفروج ومفتوحة من ورا، يعني الظهر بتاعها مفتوح، أو أي نوع فراخ، أو فراخ متقطعة صدور بس، أوراك بس، يعني زي ما انتوا عايزين، المهم إنها فراخ وتكون فراخ كويس. بس غسلت إيدي عشان مسكت الفراخ، وبعدين هبتدي إيه أعمل التتبيله. عصير ليمون، سكر، وطبعا السكر احنا مستخدمينه عشان مستخدمين طماطم، ملح، فلفل. تقليديا قوي يعني احنا طبعا ما بنستخدمش في الوصفه دي لا زعتر فريش ولا روزماري فريش، بس احنا طبعا برضو عشان ندي شويه طعم مختلف يعني حطيناهم، لكن لو مش موجودين او احنا مش عايزينهم نشيلهم. شويه قرفه محترمين، القرفه من الحاجات اللي بتمشي كويس قوي قوي مع الفراخ. هجيب نقطه زيت، زيت ذره طبعا، احنا في طبخنا المصري ما بنستخدمش زيت الزيتون قوي. هنزل على الكلام ده كله البصل الاول، تمام تمام، بميته بكل حاجه مش معصور ولا حاجه. اقلب ده كده كويس قوي مع بعضه،
معلش هنستخدم ايدينا. هاجي هنا كمية من البصل مش كله، هحطه على الفراخ هنا على الوش وعلى الظهر. وبعد ما اعمل كده هحاول على قد ما اقدر ان انا ادخل التتبيلة بتاعت البصل دي جوه ما بين الجلد واللحم. بصوا ازاي يعني، خليني اوريكم من قدام احسن. هنا بصوا بالراحة خالص من غير ما اقطع كده، بصوا احاول ادخل كده التتبيلة لجوه على قد ما اقدر، وهكمل كده في الفرختين كلهم من هنا كده، وادخل بالراحة واحط من البصل عشان ده اللي هيديني الطعم للفراخ. هكمل برضو هنا وانا بعمل العملية دي. هتكونوا انتوا طلعتوا فاصل ورجعتوا، استنونا عشان نكمل بقية الوصفات. اهلا بيكم معانا بعد الفاصل. هنكمل الفراخ. احنا ما عملناش حاجه بقى من غيركم خالص، بس هفكركم عملنا ايه عشان لو في حد لسه بيتفرج علينا دلوقتي. عندي هنا بصل مفروم ناعم جدا، ملح وفلفل، زعتر وروزماري وعصير ليمون وقرفه وشويه من زيت الذره، اوكي، ونقطه من السكر. طب هعمل ايه؟ عملنا ايه؟ حطينا الخلطه دي بره وجوه ما بين الجلد واللحم كويس جدا في الفراخ. بقيه البصل هنحط عليه الطماطم. نخلط بس الاول كويس قوي، وممكن جدا كنتوا تعملوا كده كمان قبل ما تحطوه على الفراخ. هحط عليهم البطاطس برضو، عايزه اخلط كويس قوي عشان البطاطس تاخد من طعم الكلام ده كله. ادوها فرصتها. نعمل ايه بقى؟ نحط كل ده هنا. ونجيب الفراخ نحطها كده. لا مش هنسيب التتبيلة دي خالص على فكرة. كده. بعدين نعمل ايه؟ زعتر، زعتر فريش، روزماري، وبعدين شويه من السمنه او شويه من الصلصه، بس انا بصراحه يعني عملناها كتير مع بعض بالصلصه، فخلاص يعني شويه من السمنه اهو عشان اللون بتاع تحميرة الفراخ. وعلى الفرن. جنب الصنف ده بقى رز بالشعرية وخلاص كده، مش محتاجين حاجة تانية. الصنف اللي هنعمله دلوقتي هو صنف الحلو. هنعمل بطاطا. انتوا عارفين ان انا من عشاق البطاطا، وما بصدق اصلا بطاطا تنزل في السوق. فعندي هنا بطاطا مسلوقه ومهروسه، هحط معاها لا بصوا عشان لا الموضوع معقد. البطاطا دي احنا جبناها نظفناها كويس جدا وبقشرها سلقناها، وبعد كده طلعناها على طول تحت الحنفيه كده ونشيل القشر، وهي سخنه هرسناها من غير ولا حاجه، ما حطيناش عليها اي حاجه خالص. دلوقتي بقى هنعمل لها نوعين من انواع الكراميل. نوع صوص كراميل يعني سائل زي اللي بنعمله مع الايس كريم او مع اي حاجه تانية، وهنعمل شويه من الكراميل المقرمشين. ف هعمل ايه؟ هحط هنا هحط هنا شوية سكر بني، و
هحط معاهم نقطه ميه بس، مش هقلب ولا ههز الطاسه ولا اي حاجه خالص، هسيبه دلوقتي زي ما هو كده. في الكسرول التانيه هحط زبده، هحط سكر بني، وهحط شويه من القرفه. بعدين اول ما ده يبتدي على الجناب كده، لانه خلوا بالكم ان انا مستخدمه سكر بني مش ابيض، فمش هياخد وقت طويل لحد ما يتحول لكراميل. وخلوا بالكم من حاجه، انه عايزه في الوصفه دي السكر البني الفاتح زي اللي احنا استخدمناه دلوقتي، مش الغامق. اوكي، عندي هنا ورقه سيليكون بتتباع في كل محلات الادوات المنزليه وبالذات الحلويات. لو مش موجوده مفيش اي مشكله خالص، على الترابيزه بس تكون نظيفه جدا، شويه من الزيت، واحنا عملناها مع بعض في حلقه قبل كده، وهننزل السكر عليها. لو موجوده السيليكون هتوفر التنظيف، مش موجوده مش مشكله، او حتى في طبق ونحط شويه زيت عشان برضو نسهل الدنيا اكتر، ونعمل كده زي ما هنعمل دلوقتي. هنا ايه الاخبار؟ لسه دخل الدنيا في بعضها، واحنا بنشتغل في الوصفه دي نخلي بالنا كويس جدا سكر وكده، فخلوا بالكم. اوكي، ده بدا اهو، بس يعقد اكتر من كده سنه، سنة بسيطة. عايزة هنا يعقد بحيث ان انا اول ما انزله على السيليكون يمسك بقى نفسه. هطلع معلقه، وهاخد السكر بتاعي ده وانزله هنا باي شكل انتوا عايزينه، وكل ما كان مفرط كل ما كان اسهل علينا. هنسيبه بقى، هننساه، حتى هشيله من جنب الحرارة بتاعت البوتاجاز عشان ياخد فرصته ان هو يجمد. ده هنقله على النار الاعلى، هطلع له ويسك. ناخد بقى كده وبعدين نبتدي ننزل الكريمة واحدة واحدة، وشي بعيد عشان البخار، واحدة واحدة بقلب وبنزل واحدة واحدة، وأنا بعيد عشان البخار ما يطلعش على وشي يبهدل الدنيا. كده يا جماعة أنا عندي الصوص الكراميل اللي أقدر أستخدمه في أي حاجة، أحطه على آيس كريم، استخدمه لاي حاجه احنا عايزينها. هعمل ايه بقى؟ هجيب البايركس. البطاطا هتتحط زي ما هي، لانه انا طبعا كميه الكراميل اللي انا هحطها وهحط مارشميلو على الوش، فكميه من السكر كبيره، فانا مش هحط عليها هي اي حاجه خالص. هحط البطاطا هنا كده، وبعدين هاخد القرفة هنا، رشة كده من القرفة،
وكنتوا تقدروا تحطوا قرفه جوه وتقلبوها لو انتوا حابين، ولكن انا برضو هكتفي كده بايه بدول. هعمل ايه بقى هنا؟ هاخد هناخد بقى صوص الكراميل اللي عندنا ده هنا كده، وبرضو تقدروا تحطوا جوه وتخلطوا مع البطاطا، بس انا عايزه طعم الحاجه يكون واضح، فاهمين قصدي؟ يعني مش عايزه ايه كله مخلوط مع بعضه، لا انا عايزه بعد كده لما اجي بالمعلقه اخد كل حاجه طبقه لوحدها. فهحط هنا شويه كراميل، ما نزودش قوي عشان ما تبقاش مسكره زياده عن اللزوم. هنحط مارشميلو بيجاب من السوبر ماركت في القسم بتاع حلويات الولاد في اكياس كده، وفي الوصفه دي انا عايزه ابيض وعايزه صغير، مش عايزه يعني انتوا حرين طبعا، بس يعني انا بشوف ان ده شكله بيبقى كده ايه الطف. اهو رشه قرفه كمان، وندخل ده على الفرن. هنروق المكان بس عندنا هنا عشان ندي فرصه للبطاطا والفراخ ان هم يجهزوا. خلاص يا جماعه الفراخ خلصت، المارشميلو كمان اخد لون زي ما انتم شايفين كده. الله الله الله، اهي كمان الفراخ استوت كويس جدا واخدت لون حلو قوي، اهي ريحتها فظيعه. هنعمل ايه بقى؟ شويه الكراميل اللي احنا كنا عاملينهم دول هنا كده اهو، عايزين تزودوا شويه صوص كراميل على الوش، مش هيقول لا، بس مش هنحط كتير عشان زي ما قلت لكم مش عايزه الدنيا تبقى مسكره في الاخر قوي زياده عن اللزوم. وده صوص الكراميل اللي احنا كنا عاملينه، بصوا اهو، وبعد ما سقع وكل حاجه مظبوط جدا ما فيهوش حاجه، في برطمان في الثلاجه ويفضل موجود على طول وما بيسكرش، ولو حصل مفيش مشكله ارفعوه على النار وزودوا له مكعب زبده وشويه كريمه، يعني مفيش مشكله، تصليحه سهل ما ترموهوش. صينيه البطاطس جهزت زي ما انتم شايفين كده، حلوه قوي اهي. الرقاق او عيش الصاج اللي احنا عملناه بالفراخ، بس انا فتحته لكم عشان تشوفوا ان احنا حافظنا على الالوان بتاعه الخضار وما هرناش الدنيا، وفي نفس الوقت هو من هنا مقرمش ومن جوه طري، يعني ايه لا منه ناشف قوي يضايقنا ولا منه طري قوي زي الشاورما، نص ونص. دي كانت اطباقنا النهارده في الحلقه بتاعه الاكل التقليدي للبنات اللي لسه بيبداوا طبيخ، ان شاء الله تكون عجبتكم. جربوا كل الوصفات، ابعتوا لنا على الفيسبوك سي بي سي سفره او اميره في المطبخ. لو عندكم اي استفسارات طلبات او وصفات عايزين تشوفوها معانا في البرنامج، تابعونا في حلقات جديده ان شاء الله من اميره في المطبخ. عندنا حلقات مميزه جدا، حلقات الاطباق اللي فيها كل طبق باتنين مكون بس، وحلقات تانية بثلاثه مكون بس، وعندنا حلقات مميزه جدا الفتره الجايه. تابعونا وهشوفكم في حلقات جديده ان شاء الله. باي باي.